قادتنا رحلتنا إلى عاصمة الطيطري الأمدية البهية بخضرة طبيعتها وعراقة تاريخها. توجهنا إلى منطقة أولاد معرف حيث استضافنا الشاب هامل محمد هيثم ليروي لنا رحلته مع ختم القرآن الكريم. محمد هيثم خريج تخصص الهندسة المدنية من جامعة الدكتور يحيى فارس بالأمدية ومبتكر تطبيق سلكني للكشف الآني عن حوادث المرور. أخوكم في الله ومحبكم فيه إن شاء الله هامل محمد هيثم، 23 سنة، خريج جامعة الأمدية تخصص هياكل إنشائية، أقطن ببلدية أولاد معرف ولاية الأمدية، خاتم لكتاب الله ولله الحمد في مشروع النهضة بالقرآن الكريم.